السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة. نتمنى هذا الفيديو تكون لقاتكم وانتم في أحسن الأحوال. أول حاجة غادي نحتاجو أو غنبداو بها الوصفة ديال اليوم هي الزبدة. ضروري ما تكون بحرارة المطبخ، هكذا كتكون عطيانا الطوع وكيسهل علينا أننا نمزجوها مع مكونات أخرى. كنضيفو عليها الجبن، من الأحسن الجبن يكون كريمي. ونبداو اننا كنمزجو في هاد المكونين مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على لون موحد. على هاد الشكل عاد كنضيفو صفر ديال البيض، ونبداو بجمع المكونات الثلاثه مع بعضياتهم حتى كنحصلوا في الاخير على واحد الكريمه متجانسه ولونها موحد. على هاد الشكل عاد باش كنضيفو الدقيق، كيف عهدتو في جميع الفيديوهات ديالي في القناة، في جميع الوصفات اللي كنستعمل فيها الدقيق ضروري ما كنضيفها على دفعات، يا اما 3 دفعات يا اما اكثر. علاش؟ باش كتسهل عليا عملية المزج، وفي نفس الوقت باش كنضمن ان جميع المكونات جانسات مع بعضياتها. كنستمروا على نفس العمليه حتى كنكملوا الكميه ديال الخليط الكميه ديال الدقيق عفوا. كنبداو نعجنوا باليدين ديالنا، كنحسوها ترملات لينا مزيان. عاد كنضيفو الملح ثم الشبت، ونبداو بجمع هاد المكونات كلها وخلطها مع بعضها. وباش نجمعو هاد العجين في طبيعة الحال غادي نديرو واحد جوج معلقات كبار ديال الماء البارد. نبداو في جمع العجين حتى كنحصلوا على عجين متجانس. من بعد ما كنجمعوها على سطح كنحاولوا ندلكوها مزيان باش كترطب لنا وكتولي عطيانا الطوع. عاد كنمروا للمرحله المواليه. حاولوا ندلكوها مزيان. على هاد الشكل كتولي جاهزه. كنشكلوها على شكل كره، وباستعمال بلاستيك غذائي كنغطيوها وكنديوها للثلاجه ماشي للمجمد لمده ديال 30 دقيقه بالحساب. بعد 30 دقيقه كتكون جهزات عندنا العجينه ديالنا. كنرشو سطح العمل بشويه ديال الدقيق هكا باش تفادي الالتصاق، وكنحاولوا نبسطوها يا اما بالاستعانه باليديات ديالنا اولا بمدلك. بالنسبه ليا انا مدلك غادي يربحني الوقت شويه فاستعنت به. كنحاولوا نبسطوها مزيان حتى كنحصلوا على واحد العجين مبسط، السمك ديالها ما كيتجاوزش، ما وصلاش يعني 1 سنتيمتر، يعني ما وصلاش 1 سنتيمتر، تكون اقل من الاحسن. حاولوا انكم ما تحاولوش تخليوها غليظه نهائيا. كيف ما غنوريكم السمك ديال العجين اللي استعملت في هذا الفيديو على هذا الشكل كيكون رقيق. وكنحاول نتاكد باللي العجين كلها مبسطه عندي مزيان. كنجيب واحد القطاعه، تقدر تكون على شكل كيبقى لكم الاختيار، انا خديت هذه القطاعه سامبل، تقدر تكون عندكم مورده من الجناب او لا عندها شي شكل معين. بالنسبه لي انا استعملت دائره بلين يعني ما فيها حتى شي نقشه. ما خصش يكون السمك ديالها
اون فيت القطر ديالها كيتجاوز اقل من 5 سنتيمتر، ضروري يكون من 5 سنتيمتر فما فوق. ما بغيناش هذوك الكراكر ديالنا اولا سناكس اللي بغينا نديرو خرجنا صغير، لانه في الفرن كتزيد العجين تجمع شويه، فمن الاحسن انكم ما ديروش اقل من 5 سنتيمتر. كنزيل الزوائد ديال العجين اللي عندي حتى هما كنعاود نفس العمليه حتى كنكمل جميع الكميه اللي عندي. في هذا الوقت وفي هذا الاثناء كنكون سخنت الفرن على درجه حراره 175 سيليسيوس. كنجيب لاطا اللي غندخل الفرن، كندير فيها ورق الزبدة او ورق الطهي، كنرفهم على هذا الشكل. كيبقى لكم الاختيار بالنسبة لهاد المرحلة، ممكن انكم تزوقوا او تزينوها باش ما بغيتي، وممكن استعانة بالشوكة او موس لكان عندكم هكا، ولا عندكم شي شكل معين بغيتوا تديروه او تستغنوا عليها كاع. انا فقط لانه الشكل اللي تخيلته وبغيت نديره في الاخير هو على شكل ميني كراكر ساندويتش، سو بغيت الفوق يكون مغاير في الزواقة هكا على التحت، فقط هكا باش نبهج العين، وفي نفس الوقت شي حاجة اللي كتعجب الوليدات، والعين كتاكل قبل من البطن وحنا عارفين هاد المسألة. فكنديوه للفرن اللي مسخن ديجا على درجة 175 سيليسيوس، كنخليوه لمدة 15 دقيقة او اقل او اكثر على حسب الفرن ديال كل واحد، كي اللي عنده كيشعل من الجوانب بجوج. ف حاولوا فقط انكم حتى تحصلوا على لون ذهبي على هذا الشكل. من بعد بالنسبه للحشوه اللي انا غنستعمل، درت ساور كريم، ممكن لما عندكم ساور كريم ممكن ديروا تشيز يعني الجبن عادي. هي في الاصل انا كنحضرها بسموكت سالمون، ولكن لانه ما عندي سموكت سالمون ما متوفرش عليه في هذا الوقت اللي كنت كنحضر فيه هذه الوصفه، استعنت بكانت سالمون. ممكن انكم تعوضوا الكانت سالمون او لا بتونه او بصدر دجاج او لا بكفتة باش ما بغيتيو، كيبقى لكم الاختيار والابداع، فممكن تبدعوا وما نخافش عليكم تبارك الله. كذلك ضفت عليها شوية ديال المخللات، درت جوج شكيلات، شكل ديال ميني ساندويتشز كراكر وشكل هكا مفتوح مبهج كبير لك الحشوة. طبيعة الحال هاد الوصفة جوقتها، هذه السيزن ديالها او لا سيزون، لانه الناس اللي كيبغيو يمشيو للخرجات او للبيكنيكس البحر او لاي مكان، ما عليكم غير انكم ترافقوا الجلسه ديالكم بهاد الكراكرز. نتمنى انه الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاكم في ساعه الخير في فيديو جديده ان شاء الله، وبالصحه والراحه.